مرحبا أصدقائي، اليوم عندي درس جديد لكم، وهو موضوع verben mit präpositional Ergänzung. يعني شنو؟ في بعض الأفعال تكون مرتبطة بحرف جر، يعني نستخدمها دائما وهي حرف جر معين. هذا حرف الجر المعين نقدر ما نقدر نستخدم الفعل إلا يكون حرف الجر هذا موجود. إذا نشوف هذه الأفعال الموجودة في هذا المثال اللي باللون الأصفر، مثلا antworten auf die Frage، antworten يرد على السؤال، يعني antworten تجي دائما ويا auf. الفعل الثاني، الجملة الثانية، ärgert sich über، يعني يغضب بسبب أو على. مثلا mein Vater ärgert sich immer noch über den dreisten Taxifahrer، يعني والدي يغضب أو ذا لا زال غاضبا على أوبر دين صاحب التاكسي أو سائق التاكسي. نجي على الجملة الثالثة، عندنا الفعل بشفيغن زش أوبر، يعني يشتكي على. دي شولر بشفيغن زش بايم ليغا أوبر دين شفيغن مات تيست، يعني الطلاب يشتكون عند المعلم بخصوص يبر امتحان الرياضيات الصعب. دائما هاي المشكلة ان هي لازم تنحفظ هاي الافعال، يعني ما تقدر، ماكو قاعدة معينة. نجي على الجملة اللي بعدها، durfte ich dich um einen kleinen gefallen bitten. بتن أم، يعني يترجى على أو يترجى لي. يعني هذه الجملة درفت إيش، هل تسمح لي أن أسألك أو أن أطلب منك أن تفعل لي خدمة؟ فبتن يطلب أو يرجو أم، يعني ايش راح يجي؟ راح يجي ام، يجي بعدها ال يعني تكملة الجملة، لانه بت هي الفعل، بس لانه هنا عندنا سؤال فيجي الفعل بالاخير. نجي على الفعل اللي بعده، warum bedankst du dich nicht bei ihm für seine Hilfe. bedanken für، يعني بدانكن يشكر على. لماذا، warum bedankst du لا تشكره على الخدمة، على خدمته لك؟ يعني لازم ننتبه، بدانكن تجي für was oder wofür bedanke ich mich. Ich bedanke mich für die Hilfe. Im Urlaub musste ich täglich an dich denken. عندما كنت في الرحلة كنت أفكر فيك يوميا. إذا أفكر بك يوميا. فdenken يفكر، an يفكر به، يفكر به. إذا an هي البه والdenken هي يفكر. دائما بعد الآن يجي عندنا دائما في حالة الأكوزاتيف. نجي لهاي الجملة، lädst du Evelyn auch zu deiner Geburtstag Party ein؟ einladen lädst du، يعني بصيغة السؤال، هل سوف تدعو إيفلين لحفلة عيد ميلادك؟ فلادن einladen، عفوا، هذا ترينبار فيرب معنى